ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أحباب في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة النور وسورة سبأ. والحقيقة يعني موضوعين مختلفين، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. سورة النور سبق لنا أن شرحناها هنا الجزء الأول منها حتى لا نعيده، لكن ألمح على آية الحقيقة يعني تحتاج منا البيان. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وهذه الآية حقيقة يعني تعطينا إشارة دقيقة جدا إلى أن كل خلق الله جبل على طاعة الله ومعرفته، وما خير أحد إلا الإنسان والجان. فالكل لله سبح بلا توان ولا تردد، بل بلا ملل ولا فتور. ولذا يقول تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم غير متصفون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. ووصفهم الأخرى قال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالشاهد كل الخلق لله سبح، والآية تشير لهذا المعنى الدقيق. فالكل له سخر، والكل لأمره انقاد، والكل له سجد، والكل له قنت، والكل له أسلم. فهل يتصور عاقل أن يعيش في كون كله لربه مسبح، لربه ساجد، لربه قانت، لربه مسلم، ثم يخالف الأمر ويأنس بالخلق ويأنس بالخلق؟ وتفكرون الخلائق دي يعني كما فهم كثير من الناس ما بتفهمش. العيب فينا لأننا نجهل لغتها. الآية تشير إلى هذا المعنى الدقيق جدا، أن كل هذه الخلائق تعرف لله قدره. والتسبيح ليس مجرد كلمة تقال، إنما التسبيح معنى يحياه العبد، أنه يعرف من ربه ويعرف كيف ينزهه عن جميع النقائص، ويعرف كيف ينزهه عن أن يكون له في الكمال مثيل. هذا معنى خطير جدا. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، الكل، والطير صافات، حتى الطير في صفها تسبح ربها، كل قد علم صلاته وتسبيحه. الطريقة اللي يسبح بها، الكيفية اللي يسبح بها، لا يعلمها إلا عالم الغيوب. فهذا معنى الحقيقة جليل خطير، ويربط الإنسان بكل خلق الله، الرباط العجيب. إذا كان الكل مسلم والكل منقاد، فهل يسلم المسلم المسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه لغيره. تخيل كل هؤلاء، إن العبد أطاع الكل لهم قاد، والكل آخاه، والكل أحبه، والكل سعى لتحقيق ما يتمنى وفوق ما يتمنى. فأنت بتحول كل دول لأحب لك، كل الخلائق، كل خلائق إن أحبوك أكرموك، مش كده ولا إيه؟ طب وإن عادوك تأمن جنبهم، وأنت بين كل هؤلاء لا تدري من أين تؤتى. ولذا
هذا نلحظ في القرآن الكريم كل العقوبات التي وقعت على الأمة ظلت كانت عبارة عن مخلوقات. رب العباد خلقها من حولها. الريح مخلوق، والسحاب مخلوق، والطير مخلوق، كل هذه خلق من خلق الله. قد تأتي ريح كما ذكرنا نسيم، وقد تأتي إعصار ومدمر، وهي نفس الريح. الماء قد يأتي زليل عليل، يعني زلال يتمناه المشتهي، وقد يأتي سيل دافق يدمر. ولو نظرت لكل الأمة التي هلكت كان هلاكها بهذه المخلوقات. سواء جاء العذاب لتذكيرهم أو جاء لتدميرهم، كيف يسلط الله عليهم خلقه فيدفعهم عليهم دفع. رب العباد لا ينزل بدع من أمر، لا، ده المخلوقات حولنا، ففيها النفع والجزاء، وفيها العقاب، وفيها العقاب. والسورة اللي قرأها أنا بس بربط لي، لأن دي اللي تربط لنا السورة دي بالسورة دي الثانية القرآن، سورة سبأ. سبأ كانوا في رغد من عيش، مش هما بس وأسلافهم، قبل سبأ كان عاد، وقبل وبين عاد وبين سبأ كانت تبابعة. كانت طبعا في دول تحسن العرض وتدافع عن تاريخها، فرعنا وتاريخ الفراعنة 7000 سنة، الفراعنة متأخرين جدا عن عاد، عن تبع. حضارة اليمن من أقدم الحضارات، لكن لا تجد من يروج لها، لأن عاد مع شدة بغيهم حضاراتهم شبه اندثرت، مع أن فيه إشارة دقيقة جدا لو فطنوا لها لفاخروا لها الدنيا، حين يقول تعالى فلما رأوه، رأوا العقاب والعذاب في صورة ريح، ظنوا سحاب مطر، فخرجوا يهللوا، والريح جار أحجار، فرحانين بإيه؟ بالمطر والرزق. يقول تعالى فلما رأوه عارضا على غير ما اعتادوا، جاء في غير وقته المألوف عندهم، قالوا هذا عارض ممطرنا. يقول تعالى معقبا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. يبقى الحركة من اللي سبحت له وانطاعت له وانصاعت له ولبت نداء، تدمر كل شيء بأمر ربها. الإشارة فين؟ قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذا دمر كل سبب مساكن، لكن غطتها رمال، غطتها رمال، عايزة تنقيب، عايزة بحث. طبعا بعض الناس اللي فاتوا الموضوع ده شغالين أن تقيف اليمن مع الحدث الجارية دي، عايزين يوصل بس في مدينة عاد، لأن دي هتعطيك أقدم حضارة عرفت بعد قوم سيدنا نوح، وحضارة كانت قوية جدا، حكموا الأرض. أحكي هذا حتى ندرك أن الله عز وجل لما خلق هذا الخلق وجعل الكل ينصاع له ويسبح له ويسلم له، أنكر على الإنسان كيف لا يسلم؟ ده أبسط شيء في وسط عالم كله مسلم، عملية غير مستساغة. وفي هذا يقول تعالى أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله يريدون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فرب العباد ينكر، كيف لا نسلم في عالم كله أسلم؟ اللي أسلم هذا حال إسلامنا لن يدخر من عطائه لنا عطاء، مع ملحوظة بين الله أن كل هذا خلق لنا، يعني ما في مخلوق إلا في مصلحة لنا. حال عصياننا المصلحة في دي يحجبها يمنعها،
يقلب لنا وجه المجن كما يقولون في المثل العربي القديم. في حال صياعنا يعطينا كل ما عنده. والقرآن يضرب أمثلة بهذا، يقول تعالى: واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ثم يعقب فيقول لما كان مؤمن في أول أمره قال: كلتا الجنتين آتت أكلها. يعني آتت أكلها؟ يعني أخرجت كل الخير الذي فيها. هي لها دور، لها دور. جهلنا به لن فيه آتت أكلها، بس قال لا ولم تظلم منه شيئا. يعني ممكن تظلم الآية تشير لهذا، حال معصيته هتحجب عنه خيرها، حال طاعته لم تظلم منه شيئا. يعني لم تظلم منه شيئا، لم تحجب عنه من خيرها خيرا. معادلة عجيبة جدا. يبقى حال إسلامنا وانقيادنا الأرض تؤتي خيراتها. والذي يقول تعالى معقبا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، حطها ميت قوس، لفتحنا عليهم. من فين؟ هننزل لهم السماء حاجة جديدة؟ أبدا، كل الخلق اللي حواليهم. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى البركات تتأتم فين؟ من كل هذه المخلوقات التي لنا في الأصل خلقت، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. جميع جميع تشمل كل ألفاظ عموم. وفي الآية الأخرى بين ما هو أشد، فقال: وسخر لكم ما في السماوات. السماوات أيوة، ما في السماوات كمان، وما في الأرض جميعا منه. إذن كل ما علانا وما أحاط بنا من خلق، هذه سنة الله فيه، أنه أسلم، سبح، سجد، انقاد، قانت لرب، أحب من أطاع، أبغض من عصى. ولذلك كل الخلائق تفرح بالإنسان، وحال عطائه لله كلها تدعو له. تفاعل عجيب جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شجر، اسمع الألفاظ دي دقيقة جدا، ما من شجر ولا حجر ولا مدر إلا ليصلون على معلم الناس الخير. تخيل الحجارة والأشجار تدعو للدعاء لدين الله. ما من شجر ولا حجر ولا مدر إلا ليصلون على معلم الناس الخير. اللي بيحمل رسالة الله ويتحمل تبعاتها ويبلغها للعباد، كل دول بينه وبينهم تفاعل شديد جدا. الليل والنهار يدعون، لا يصلون لا يدعون له. صلاتهم دعاء، صلاتهم دعاء. تخيل واحد بتدعو له الحجارة، وتدعو له الأشجار، وتدعو له الأمطار، حاجة منهم تفكر تمس بسوء. وضحت؟ ساعة موته كل دول يبكوه، لكن المجرم حد يبكي عليه؟ ولذا قال تعالى: انفعلوا لما أهلكه، قال: فما بكت عليهم السماء والأرض. يعطينا إشارات دقيقة جدا رب العباد في هذه المعاني. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هيبكوا عليهم ليه؟ ده دول أذى. وكل الخلق طوال حياتهم عمال يتضرع إلى الله يستأذنوه أن يخلصوا عليه. تخيل واحد عايش وماشي وكل اللي حواليه يتمنى من الله ان ينتقم منه، يديله بس الفرصة. لذا جاء في الحديث: ما من يوم تطلع شمسه إلا وتنادي الأرض ربها. الأرض نفسها، أيوة يا رب، هذا فلان من عبادك يتنعم بنعمك من فوقي ويعصيك، مرني أن أخسف به. طلبها إيه؟ عسى تنتقم من هذا المجرم. كيف يعيش بنعم الله وعلى ظهرها وعمال يعصي له وراح جاي؟ مرني ان اخسف به. وتنادي السماء من فوقي: يا رب هذا فلان عبادك يتنعم بنعمك من تحتي ويعصيك، مرني ان اسقط عليه. انا اعطي هذه الاشارات حتى ندرك
كيف نعيش مع خلق الله؟ كل ده خلق، وكل ده أمم مثلنا، خلق مثلنا، أزواج مثلنا، كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله. ماش يعني الإنسان يعني لما يخاف واحد يفر منه، مش يفر إليه. رب العباد بيّن أننا نفر من كل من نخافه إلا الله، نفر إليه لا نفر منه. لذا لم يقل ففروا من الله، قال ففروا إلى الله. فكل ما نخافه نفر منه إلا الله، نخافه كلما ازددنا منه خوفا كلما ازددنا له فرارا ومنه قربا، ازددنا إليه فرارا وإليه قربا. هذا معنى خطير جدا جدا إخوان. فالخلق كله يتأثر بنا ويأثر فينا، ولذا قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم. ومثالكم احنا عايشين، والكفين ده إيه؟ مش خلق من خلق الله؟ ولا جه لوحده؟ ها؟ خلق ولا مش خلق؟ حد عمله؟ أشاعوا الكلام ده في الأول. أمريكا تتهم الصين والصين تتهم أمريكا، يقول لك لا هم اللي صنعوا الكفيد في المعامل. سلامات سلامات. ها؟ خلق من خلق الله. ورب العباد قيده ليذل به العباد. درس يعني أحد علماء البيولوجيا يقول: لو جمعنا كل الكفيد في الكرة الأرضية كله بالكامل وجمعناهم في مكان واحد لن يزيد حجمهم عن جرام وسبعة من عشرة. مخلوقات صغيرة جدا، لو جمعنا كلها تبقى حجمها قد ايه؟ جرام وسبعة من عشرة. الجرام سبعة عشرة دول رب العباد يذل بهم كل دول العالم. فين القنابل الذرية؟ فين الأسلحة المتطورة جدا؟ تعمل ايه أمام كوفيد؟ راحت فين يا اخوانا؟ فين الإعلام والمتشدقين بالكلام؟ راحوا فين؟ الكل تكمن مش كده ليه؟ في حد بتكممش؟ كل عالم. تخيل هذا المخلوق الصغير خلى كل الرجال النسوان يتنقبوا، مش النسوان بس. شيء عجيب، آية من آيات الله يا اخوانا، كل دي آيات ليعلمنا تعالى أين نحن منه. ولو أراد أهلك أن يهلكنا إذا كان كوفيد زي ده جرام سبعة من عشرة أذلونا، أما لو حرك علينا مخلوقات أكبر يعمل فينا إيه؟ ها؟ لو صلت علينا مخلوقات أكبر يعمل فينا إيه؟ حاجة بسيطة، هيخلي الريح بس تعصف شوي، هيبقى فينا أحد؟ عاد عمل كده لما عتب ربنا صلت الريح أسبوع أسبوع واحد كان كافٍ إن الريح تجمع رملة كل الكرة الأرضية وترميها عليهم. والراجح إن الربع الخالي مكان هلاكهم. كم من الرمال رهيبة جدا، كيف تجمعت ومتى تجمعت؟ زي قلت تعالى: سبع ليال وثمانية أيام حسوم. استمرت الريح تعصف حتى جمعت رمال الكرة الأرضية، منها اللي عبر المحيطات مع الريح حتى يردم به أعتى قوة عرفت في وجه التاريخ، اللي كان بفخر منه أقوى قوة على الأرض، كما قال تعالى: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة. ما قال تعالى هناك قوة تضرعهم، بل قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، صرصر ما ريح إيه؟ وده نوع من الريح. الريح عندنا لها كم حالة؟ 30 حالة، 30. أيوة أخوانا مبسوطين عشان كلمة الأمة والصهاج، أنا عشرت عايزين أي حاجة ينكشوا بها النساء. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا.
خلي بالك كل العقوبة دي لنذيقها بعض الذي عمله. انتهت عاد. تخيل ان الريح مع شدة عصفها والرمال الجاية دي الرجل من عاد طوله كام؟ 36 متر اقلهم قدروا 17 متر. وضحت؟ ها؟ يعني الطويل منهم عمارة 12 دور والقصير كام؟ 6 دور. ده القصير. نبقى احنا فين؟ وبنتططط لسه. الريح مع شدة العصف كانت تنزع الرجل من الأرض شيل شيل يطير في الهواء ثم تنكته على رأسه وتستمر تعصف فيه لغاية ما خلاص مفيش حركة اتكتم نفسه تحت. فمع شدة عصفها كل أمعاء أحشاؤه الريح طارتها لغاية ما بقى هيكل عظم واقف مخلوب راسه تحت ورجليه فوق وفي بطنه كلها فاضي. لذا شبهه التشبيه دقيق جدا قال كأنهم أعجاز نخل خاوية. تخيل نخلة طويلة ومنظر جميل جدا وانت ترى طولها وفي الآخر بطنها كله فاضي. كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم باقية؟ لما يقول فهل ترى لهم باقية يعني حتى كل آثارهم كل من كان في هذا التوقيت راح بالريح. بالريح حبة ريح. أيوة حبة ريح. قبائل العرب كلها لما اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابوا المشارق والمغارب تجمع كل أطياف اليهود وكل قبائل العرب قريش وغطفان وتغلب وهوازن وبكر وسعد ورعل كله تجمع ومعهم الأحابيش استورد كمان مرتزقا من بر وتجمعوا لحاصر النبي داخل المدينة وروه عن قوس واحد في غزوة الأحزاب. مشهد مهيب. حاصر المدينة ورب العباد يصف المشهد فيقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من كل جهات وزاغت الأبصار أبصار الصحابة وبلغت القلوب الحناجر. وصلت هنا خلاص هننتهي كلنا ما في أمل في الحياة بعد التجمع الكبير جدا كله. ومع ذلك رب العباد ثبتهم في مكانهم وبعت لهم ريح. ريح أيوة ريح. خلصت على الجيش. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لأن الصحابة إيه اللي في إيديهم؟ تخيل كل الجيوش جاية عشان تحتل المدينة وتقتل المسلمين. عدد المسلمين كان في هذا التوقيت كلهم على بعضهم 3000 صحابي. 3000 وداخل المدينة صغيرة. فالنبي استشير أصحابه أخونا أشير عليه عامل إيه؟ سيدنا سلمان الفارسي كان سنه كم يا إخوانا؟ 240 سنة. يوم ما أسلم كان سنه 240 سنة وعاش في الإسلام 10 سنين مات وعمره 250 سنة. يعني حتى الإمام الذهبي قال أن بعض الناس اعترضوا قالوا أن سنه 80 قال وأنا يعني الأثر اللي وارد بال 250 لم أجد ما يناقضه. فكان كبير في السن كبير في السن ودماغ وقوة ويقاتل مع المسلمين. وضحت؟ ما وقعش يعني 240 سنة شغال. عتاد قريش كانوا كده. عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة لما خرجوا يبارزوا شباب المسلمين في غزوة بدر كانوا عتبة سنه كام يا اخوانا؟ 140 سنة. عتبة بن ربيعة كان عمره 140 عام وشيبة أخوه 136 عام. ابن الوليد الشاب بالنسبة لهم كان عمره كام؟ 80 سنة. الثلاثة يمسوا السيدة هند أبوها وأخوها وعمها. فلما قتل الثلاثة
في أول مبارزة في بدر بكت عليهم. تبكي على من أكثر؟ على أصغرهم. قالت لقد مات اليوم زين الشباب. الوليد مات. زين الشباب وضحت؟ عشان ما تقولش عجزت، حدش يقولش عجزت. زين الشباب 8 سنة، ها؟ يبقى اللي بيخربش في 100 لسه شباب برضه. سيدنا إبراهيم لما حطم الأصنام، التاريخ اللي حطم في الأصنام كان عمره كام؟ 100 عام. مع ذلك لما وصفوه قالوا سمعنا فتى يذكرهم، قال له إبراهيم. كان 100 وفتى. وصلت احنا تعبانين وعجزنا نفسنا من قبل المعاد. وضحت؟ سيدنا سلمان الفارسي قال يا رسول الله كنا نقاتل في فارس يا شبابنا، فكنا اذا كثر اعداؤنا خندقنا بينهم وبينهم خندق نمنعهم الدخول، والمدينة قد حصن الله عز وجل بلبتيها. اللبتين دول عبارة عن جبل واقف عمودي يصعب النزول منه، لبة في جهة الشرق ولبة في جهة الغرب، وفي الجنوب جزء من اللبة والباقي يهود بن قريصة، وبين بينهم عمود مش هتدخله حد. لم يبقى إلى الجهة الشمالية، قال له خندق فيها، خندق نحفر خندق. الخندق ما بين الحرة والحرة مسافة 10 كيلو، 10 كيلو متر مربع. مطلوب ايه طيب؟ قبل جيوش المشركين ما يصلوا هنكون حفرنا الخندق. عرضه كام وغمقه كام؟ 10 متر في 10 متر. عشان نحفر خندق عمق 10 في 10 في طول 10 كيلو عايز مدة قد ايه؟ بعدين مش في ارض عادية، صخرية. اي واحد منكم راح المدينة المنورة في منطقة اسمها منطقة المساجد السبعة، رحتوها؟ المساجد السبعة مش مساجد، ده هي اماكن الخيام السبعة اللي نصبها الصحابة يوم حفر الخندق. فتلاقي في قمة الجبل فوق يقول لك مسجد رسول الله، لا هي مكان الخيمة، لكن فترة الخلافة العثمانية عشان يحافظوا على معالم هذه الخيام بنوا مكان كل خيمة مسجد وسموه باسم صاحبه، فيقول لك خيمة رسول الله يبقى مسجد رسول الله. بعد منه مين؟ سلمان الفارسي المستشار الأول في المعركة قبل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. وذلك تنزل من على الجبل أول خيمة توجهك مسجد سلمان الفارسي، وبعدين سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، خدوا الطريق دلوقتي شال المسجد بتاعه، وفي النهاية سيدنا علي وسيدة فاطمة الزهراء. دي أماكن الخيام السبع نصبت يوم الخندق. شوف منظر الصخر اللي تحت خيمة رسول الله، هو ده الصخر اللي حفروا فيه، ده الجزء اللي بارز موجود، صخر رهيب جدا تتكسر على المعاول. وكم أعيا الصحابة من الصخرة سموها الكودية، ها؟ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وإيه؟ وأكدى، يعني كالحافر لبئر وجد كدية فترك الحفر ومشي بعد ما حفر وطلعت عين. أكدى يعني وجد كدية. إيه دي الكدية؟ الصخرة الكبيرة اللي يصعب تكسرها. الشاهد يا إخواني استعانوا لربنا الله بدأ الحفر. مطلوب أن ينتهوا في الحفر. أنا جبت سألت بعض المقاولين مهندسين، قلت له لو عايزين نحفر الآن الخندق ده يستغرق معانا كام؟ قال لي لو شركة كبيرة زي بن لادن كده تطلب مدة سماح على الأقل 1 سنة، يعني لو هيجازفوا يبقى 6 شهور بالمعدات الحديثة. الصحابة كان مطلوب منهم حفر الخندق ده بالفؤوس وبالكيك بأيديهم، ومطلوب يخلصوه قبل ما يصل المشركون. تحركوا مكة، الطريق كم يستغرق؟ 11 يوم. مطلوب يخلصوا الحفر قبل 11 يوم. همة رجال عجيبة جدا جدا. استعانوا الله بدأ الحفر وقسموا الثلاثة الفترة المساحة دي كلها عليهم واشتغل كل في الحفر.
يقول حذيفة: فواصلنا الليل بالنهار. طاقة الإنسان اللي بيكسر في الصخر ده يشتغل كم ساعة؟ طب ما بتكسوش على نفسكم، لو علينا نص ساعة وهنقع، لكن واصلوا الليل بالنهار. ده العتويل الشديد ياخد له 8 ساعات اللي يبقى بطل، لكن واصلوا الليل بالنهار. الليل بالنهار يقول حذيفة: فكان رجل منا ينتظر صاحبه، اللي طالع بالحفر يطلع فوق الخندق، ينتظر الدقائق اللي طالع فيها ونازل دي فينام يغفل. قال: فيمر النبي علينا صلى الله عليه وسلم بابي وامي، فينضح وجوهنا بالماء وداعبنا يقول: قم يا نومان، قم يا نومان. واصلوا الليل بالنهار حتى خرجوا من الحفر، فرغوا منه في 6 أيام. الشيء الحقيقة لا يتخلى عقل بشري. جاموا فين الطاقة دي كلها؟ لكن خرجوا من الحفر ما منهم واحد يستطيع حراك، يمشي حتى مشي المشي، أيوه مشي. وبدليل حذيفة نفسه اللي يحكي، قال: لما فرغ من الحفر وجاء المشركون محاصر المدينة، واشتدت الريح واشتد البرد، قال: فجلسنا نقرقر كلنا عملنا ايه نفرش. فأقبل النبي علينا بوجهه، قال: أيها المسلمون، ده الصحابة السابقون الأولون 3000 صحابة، من منكم يأتينا بخبر القوم؟ من يقدر يمشي 100 متر لغاية خندق ويشوف لنا الأخبار؟ قوي أضمن له الجنة. اللي يمشي 100 متر دول يبشر بالجنة. يقول حذيفة: فوالله من شدة ما أصابنا ما استطاع الحراك منا واحد. وفي مين؟ كل الصحابة كبار، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير كلهم موجودين. قال: ما استطاع الحراك منا واحد، ما فينا نفس ولا طاقة على المشي 100 متر. قال: فأعاد النبي مقولته: من منكم يأتيني بنبأ القوم أضمن له الجنة. قال: فوالله ما استطاع الحراك منا واحد. فأعادها ثالثة: من منكم يأتيني بنبأ القوم أضمن الجنة. يقول حذيفة: ضمن لنا النبي الجنة ثلاثا وما استطاع الحركة منا واحد. قال: فأقبل علي رسول الله بوجهه، قال: قم يا حذيفة. سيدنا حذيفة اللي بيحكي القصة: قم يا حذيفة. قال: فقمت وأنا أقرقر، يديه ورجليه بترعش كلها مش عارف تحرك. قال: انطلق إلى القوم وأتينا بخبرهم ولا تحدث فيهم شيئا. يقول: فوالله ما إن تلبست بأمر رسول الله، بدأت أنفس، حتى أذهب الله عني كل ما كان فيه، لا قرقرة ولا تعب ولا إعياء، كل ده راح، كل ده راح. الجسم ده لمن؟ من يذهب إعياءه غير ربه؟ انطلق. قال: حتى عبرت الخندق من أسفل، من مكان ضيق، وصرت وسط القوم، فعصفت الريح، فقلبت القدور اللي عملت فيها الأكل، وأشعلت النيران في الخيام، وخلعت الخيام، وجاء أبو سفيان ووقف أمامي وأعطاني ظهره، والله لو رميته ما أخطأته، كان بينه وبين سيف مسك قصيرة، لو رميته بسهم يقينكم قتلته، لولا وصية رسول الله لي ألا أحدث بينهم شيئا. وإذا بيصرخ: يا معشر القوم، قد رأيتم ما أحدثت الريح، وإني راحل فارحلوا، ولينظر منكم من بجواره، ياخذ حذائه ويشوف من اللي جنبه،
سيدنا حذيفة قال فعاجلت صاحبي اللي جنب اليمين وشمال، انت مين وانت مين؟ فقال سألهم ما دمش فرصة اسألهم. وده ذكاء سيدنا حذيفة. قال ففر ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته جالس يصلي ويدعو، فجلست أنتظره حتى فرغ صلاتي، فوالله ما إن جلست حتى عاد إلي كل ما كان فيه. رجعت خلق ثاني. فنمت نام وقاعد مع العيال شديد نام. قال فلما فرغ النبي من صلاته نضحني ابن فرشي قال قم يا نومان قم يا نومان، يداعبني بهذا صلى الله عليه وسلم بابي وأمي، ما الحال وما الشان؟ قلت خير حال وخير شان، قد صرف الله أعداءه ونصر دينه، فكبر رسوله كبرنا. ومن هنا سنة هذا التكبير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبل ولا شيء بعد. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. هذه المعاني قيلت في هذه المناسبة، كان هذا أوانه وهذا وقته. صرف القوم بحبة ريح، كل قوى الأرض. أيوة ده خلي بالكم، ما كانش دول، ده كان وراءهم الفرس والروم يمدون بالسلاح وبالمال، يعني كل دول العالم. عشان كده ربنا سموا الأحزاب، سموهم إيه؟ اللي تحزبوا جميعهم ضد الله ورسوله وأولياء، كان نتيجة أنهم بحبة ريح. ريح أيوة ريح، جند من جند الله عز وجل. وفي هذا يقول تعالى ورد الله الذين كفروا بإيه؟ البغيظهم، اللي كان يملأ قلوبهم، اللي كان سبب في جمعهم، هذا الجمع كله واتفاقهم على أن يرموا المسلمين عن قوس واحدة يقطعوا بها خضراء المسلمين على الأرض، لا يبقوا مسلم على الأرض. وقالوا هذا بألسنتهم، ما أنكروه. قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أي خير صغير وكبير، لم ينالوا خيرا. خيرا هنا نكرة جاءت في سياق النفي تعم أي خير ممكن تصوروا، ما أخذوا الأبيض والأسود. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. من يقف أمام الرب وهو يملك كل هذا الخلق ويوجه كل هذا الخلق؟ إن أطعنا، إن أطعنا ربنا جاءتنا بركات كل هذا الخلق، وإن عصينا ربنا جاءتنا عقوبات كل هذا الخلق. مخلوق منها واحد نعاقب به هيدمرنا. اللي احنا شايفينه بسيط، شايفين المية حلوة بتجري في الأنهار، لما يبعت أعصار ولا يبعت سيول هنروح فين؟ ها؟ أنا رأيت بعين رأسي مشهد حقيقة التسونامي اللي حصل في أندونيسيا. سافرت إليهم بعد التسونامي، فعاملين بانوراما هناك وصف، يعني عاملين تمثيل كامل للي حصل بالضبط. منظر حقيقة يرعب يرعب. تخيل ان الارض تميل ميلة، المحيطات بكل مائها تعلو الارض، تعلو الارض، المياه تطلع من البحر بارتفاع كام؟ 20-30-40 متر، تدخل في اليابسة اكثر من 5 كيلو. تخيل كل المدن القرى اللي موجودة في المنطقة دي، اللي يحصل لها لدرجة مع حركة الموج والمياه، عاملين سفينة هم عاملينها مولد كهرباء، حاطينها في شاطئ البحر، وزنها 250 طن، 250 طن، المياه شالتها ودخلت بيها على اليابسة، فلما جت انسحبت حطتها فين؟ في وسط البيوت. ويأذن لها تيجي في منطقة خالية في وسط 4 بيوت. تروح تشوف السفينة عليك لغاية النهاردة في وسط البيوت، في وسط البيوت سفينة رهيبة. أنا طلعت عليه مشهد يرعب. سفينة ثانية لكن أصغر من دي، الموج لما دخل بيها وجه يرجع
تعلقت على سقف بيت فأبقى البيت وفوق منه السفينة، عملوها معلم أثر، الناس رحت سياحي الناس تفرج عليه. والعجيب في مسجدين عندهم في المنطقة دي، كل اللي طلع على سطح المسجد عوفي من أثر السيول، المية دخلت الجامع وطلعت ما مست المسجد، البيوت اللي حواليه كلها اتدمرت وهم الاثنين أصلا واقفين. آيات من آيات الله، من الذي يحرك الماء؟ من الذي يحرك الريح؟ كل دي يا أخوانا مسبحة لربها، ساجدة لربها، قانتة لربها، مسلمة لقيادها لربها، كيف نعصي الله بينها ونأمن جانبها؟ وكيف نطيع الله بينها ونظفر بخيرها؟ إذا قل ولم تظلم منه شيئا، معنى خطير جدا جدا جدا. فلما يقول ألم ترى أن الله يسبح له في السماوات والأرض والطير صفات كل قد علم صلاته تسبيحه، ليعطينا هذا الدرس الخطير جدا 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 في حياتنا، كيف نتعامل مع مخلوقات الله، كيف نأنس بها ونألفها تألفنا ونحبها وتحبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا، أحد جبل، صحيح جبل صخر أصم، يحبنا ونحبه، مسلم موحد، ما فيش نزاع. ويوم أن كان النبي عليه وعلى وحدثت مقتلة أحد وقتل أسود الله في الأرض، حمزة وعبد الله بن جحش ومصعب وغيرهم من الصحابة، أنس بن نضر، عبد الله بن حرام، والس بن جابر بن عبد الله، وعمرو بن جموح وغيرهم كبار الصحابة، سبعين صحابة. الجبل ما احتمل المشهد، مسلم ويرى على ظهره إخواني وأحبائي يذبحوا، اهتز أحد، اهتز، رغم أن الجبل مش عادي، ده طول 17 كيلو خلنا، اهتز والنبي على ظهره. فرفع النبي قدمه، وكان معه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان الأربعة، رفع النبي قدمه وضع عليه مرة أخرى وعمل له قصته، قال اثبت أحد. شيء عجيب، الرسول بخطبه اثبت أحد، فإن عليك نبي الله وصديق وشهيدين. يعني الأربعة دول يكرموا، حتى وإن كنت في منتهى الفزع للي حدث للسبعين عليك دول يكرموا، دول اثبت أحد فإن عليك نبي الله وصديق وشهيدين. ودي بشرى سيدنا عمر وسيدنا عثمان، اثنين هبوا شهداء. ثبت أحد. النسوخ هذه معاني يخلنا ليه؟ لأني دي حقائق رب العباد حكاها وحدثت لها أحداث في التاريخ، والناس عنها في غفلة. كل الأم اللي أفلحت كان هذا سر فلاحها، لما انقادت ربها كل ما حولها آت خيرا. ما المدينة أرض زي بقية الأرض، أرض زي بقية الأرض، النخل في كل دول الأرض يبدأ ينتج البلح التمر بتاعه بعد 7 سنين، في المدينة بعد سنة، لأن النخل يدوب لسه طالع كده، يعني جسمها لا يتجاوز الشبر وطرح. ليه؟ لأن أرضها تعلم من حولها، ورب العباد أذن لها تطلع، لا تحجب عنهم خير خير، بتطلع. والنبي دعا لها، دعا لأهل المدينة، قال اللهم بارك لهم في تمرهم وصاعهم، تمر عجيب وأحلى التمر، وحتى الكيلو بتاعهم كيلو، ربنا يبارك. وسبحان الله، يعني ما في القسيم تمر عالي جدا، وتمرة القسيم أنا قعدت تبعت القرآن لقيته موجود. القسيم دي المنطقة اللي كان فيها ثمود، القسيم والرياض وما حوله، كان شمال الجزيرة،
بدائن صالح موجود لغايه النهارده شمال المدينه، بعد بينه وبين المدينه حوالي 200 كيلو. رب العباد لما ذكر نعمه عليهم نص على التمر، قال: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. أطرى تمر وأحزب تمر تلاقي في المنطقة دي في القصيم بتاع المدينة، فاخر القصيم، اللهم بارك لهم في تمرهم وصاعهم، فكانت هذه البركة. بل خص سيدنا أنس بدعاء لوحده، فكان بستان سيدنا أنس البستان الوحيد في المدينة اللي ينتج مرتين في السنة، النخل كله طلع مرة في السنة، ونخل سيدنا أنس يطلع مرتين في السنة. على فكرة في بستان اللي كان نصيب سيدنا سلمان الفارسي لغاية النهارده موجود في المدينة وباسمه وفيه بيته. الناس دول بركة يا أخوانا. لما أسلموا لها قيادهم شيء عجيب، تشعر الدنيا كلها قادت لهم، الأرض ضوت لهم. كيف ساروا على أقدامهم حتى وصلوا مشارق الأرض مغربها؟ مش وصلوها بيتمشوا ولا تفسحوا، ده وصلوها فاتحين. الصحابة وصلوا سيبيريا، وصلوا قرغيزيا. قرغيزيا فين أخوانا؟ جنب الصين. وصلوها ووصفوا سد يأجوج مأجوج لعام ذو القرنين اللي وصفوا الصحابة. عبد الله بن عمر قال: حضرنا فتح كابل في أفغانستان وأخذ منها سنة. ليه؟ لأن كابل محاصرة بالاستراتيجية عم زي كندا عندكم كده. قال لما وبعدين هم ما كانش لهم سبق، ما تعاملوش مع الثلوج. قال: فلما وصلنا كابل حصرناها حجبتنا الثلوج، فجلسنا 6 أشهر نقصر صلاتنا، نقول: غدا تطلع الشمس وذوب الجليد، بعد غد تطلع الشمس وذوب الجليد. 6 أشهر قاعدين مستني الجليد لغايه ما طلع الصيف وذاب الجليد وبدا يدخلوها. لغايه النهارده كل حروب افغانستان في الصيف، الشتاء بقت شتوي، ما في حد يتحرك بسبب الثلوج. وضحت الصحابه كيف طويت لهم الارض طيا؟ الارض نفسها طويت. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيره شهر. يعني مثلا شهر، يعني المسافة ممكن أقطعها في شهر. رب العباد يلقي الرعب في كل أعدائنا فيسلموا قبل وصولنا، فيقطع يوفر عن المسافات، مسافات. كان كثير من قبل العرب يسألوا جيش المسلم قائد، من قائد الجيش؟ يقولوا خالد. يقولوا أسلمنا خلاص، نزع مياه خالد بن الوليد. اللي جعل هذه السمعة للصحابة وأوقع هذا الرعب في قلوب الناس كان رب العباد، وذلك ساد الدنيا في اوقات محدوده جدا. تخيل ان اقوى دولتين في العالم فرس والروم في غضون كام بعد الاحزاب والحصار اللي حصلوا المسلمين ده، بثمان سنوات سقطت دوله فرس والروم اثنين، سنه 13 سنه 16. غزوه اليرموك كانت بعد سقوط الفرس وسقطت الروم، 8 سنوات. 8 سنوات تجيب رؤوس أقوى دولتين في العالم تحت أقدام مسلمين في 8 سنوات. احنا بقى لنا كم سنة؟ قولي بس خلنا. لما انصاعوا لربهم انصاع لهم كل خلقه، كل خلقه. فالمعنى ده أنا بشوقه ليه؟ بحير الراهب يحكي قصة. وبحير الراهب كان في طريق المسافرين من مكة للشام، وما كان يخرج لأحد من أهل مكة أبدا، راهب مشغول في ديره. حتى قدم وفد من مكة فيهم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه رسول الله، وكان طفل 7 سنين.
أبو طالب يحكي القصة، قال فخرج لنا البحيرة وأحسن استقبالنا وأحسن قرانا الضيافة، قدم كل اللي عنده، ثم عمد إلى الطفل قال من لهذا الغلام؟ قال أبو طالب قلت أنا. قال من أنت بالنسبة له؟ قال أنا أبوه. قال ما كان ينبغي لهذا أن يكون أباه حي، ده استحال أبوه يكون حي، ده يتم 100%. عرفا فين؟ مما عندهم نصوص ما ينبغي لهذا أن يكون حيا، أباه أن يكون حيا. اصدقني القول، من أنت بالنسبة له؟ قال أنا عمه. قال ما اسمه؟ قال أبو طالب. قال أرجع بابن أخيك، فهذا نبي آخر الزمان وهذه علامة النبوة. فكشف له عن ظهر رسول الله وراه خاتم له. الكلام ده عمل بحيرة يا أخواننا، ورسول الله طفل السبع، كانوا يعرفوه كما يعرفون أبنائهم بنص القرآن، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ارجع ابن أخيك، فإن يهود في الشام تعرفه باسمه ووصفه، وأخشى أن ينالوا منه فيقتلوه. ارجع ابن أخيك أبو طالب، طب تجارته تروح فيه وأمواله اللي جايبها؟ وكل أصحابه أن يشتروا بهم بالبضاعة بأمواله، ورجع هو برسول الله إلى مكة. بحيرة بيحكي قصة بيقول أنتم قادمون، ما أخرجني لكم إلا لما رأيت السحابة تظله، وكلما مر على شجر أو حدر أو مدر سلم عليه. ورسول الله طفل لسه، ليه؟ عندهم من علم الله ما ليس عندنا، وعلم ما جهلنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطي إشارات لهذه المعاني حين يقول إذا قبض العبد في قبره قبضة أو ضمه القبض ضمه، يصرخ صرخة يسمعها جميع الخلائق إلا الثقلين الإنس والجن، ولو سمعها أحدهم لصعق. تخيل كل الخلائق دي بتسمع هذا وبتشوف هذا وتعرف هذا وتوقن بهذا، إيمانها شكله إيه؟ يقين يقينا يقينا يقين. فلما تسلم ولا تصافح ولا تدعو لمعلم الناس الخير، ما بتعملش الكلام ده إلا ديانة لله عز وجل، ديانة. أنا بحكي هذه المعاني حتى ندرك الآية دي بس، ألم ترى أن الله يسبح له في السماوات وفي الأرض والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم ما تفعلون. ثم أعطانا نموذج عمل سبأ، قال تعالى قد كان لسبأ في مسكنهم آية، سماها إيه؟ آية، جنتان يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ربنا طيبها ورب الغفور بيغفر السيئات، استغفروا وتوبوا بس وهيستمر الخير ده ويستمر العطاء ده. قال فأعرضوا رفضوا حكم الله. إنسان نتن يعطيه الله خيره ويعبد غيره، تعبد مين؟ صنم حجر بشر اللي جرالنا. قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. قبل ما يرسل إيه اللي حصل بالضبط؟ اللي حصل حكته كتب السير، وفي قصة طريفة جدا اللي يحكيها جد الأوس والخزرج الأنصار، تاريخهم في الديانة قديم حتى قبل أن يذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما استحقوا شرف الأنصار إلا لتاريخ لهم طويل. الشاهد يا إخواني، جد الأوس الخزرج كان من أهل اليمن وكان سيد في قومه، وكان ممن يتنعم بهاتين الجنتين. فوجئ في يوم مشع السد
لا الفأرة دي عمال تحفر وتلعب. فقال عبارة عجيبة جدا، قال: ما انتشرت الفويسقة الفأرة دي في أمة إلا وأهلها هالكون. الفئران بدأت تتكاثر بشكل شديد جدا، مسرع جدا، قوي جدا، وعمال تحفر في جسم السد، تحفر في جسم السد لغاية ما خلت السد الترابي ده منخل. عارف المنخل؟ من الآخر ما عادش سد. يبقى مين اللي دمر السد؟ مخلوق من مخلوقات الله سلطه الله عليه وخلاها تكسر بسرعة شديدة، قوة شديدة، ولا يستطيع الخلاص منها، دمرت السد. ولما فاطر القصة وقارئ التاريخ كويس، قارئ سنة الله كويس، قال: والله لأحتلن على قوم، أحتل على محيلة، أعمل إيه؟ فجمع أولاده قال: سنخرج بعد قليل إلى مجلس القوم المنتدى العام، ثم أشار إلى أصغر أولادي قال: أما أنت فسأغلظ لك القول، هشد عليك في كلام، فإنت رأيت مني ذلك فقم والطمني بكفك على وجهي، اديني كف على وجهي. ثم قال لأولادي: إن رأيتم يفعل ذلك لا تدفعوا عني، سيبوه. دي الحيلة عملها بالفعل، خرج وجاء في جمع القوم وهو قاعد يتحدث، وسيد القوم وكبيرهم، لأن كان عيب عندهم هجر من غير سبب. فغلظ القول لأصغر أولاده فأملى طمه، أولاده سكتوا. الناس متوقعين أولاده دفعوا عن الكبار، لما دفعوش أولاده الناس هتدافع، الكل سكت. قال: أإلى هذا الحد وصلتم؟ يلطمني بينكم على وجهي أصغر أبنائي فلا أدفع عني منكم أحد، والله لا أبقى بين أظهركم بعد اليوم. وهاجر من اليمن لفين؟ للمدينة، وكان من ذرية الأوس والخزرج. وصلت القصة؟ كان سر هلاك وتدمير الدولة مخلوق من مخلوقات الله، الفأر، الفويسق، الفويسق. أول ما دخلت السد جاء السيل الجديد شال السد ودمر الجنتين ودمر اليمن. لذا يقول تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. سيل شديد هيشيل ما بقي من السد اللي تركته الفأر. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، يعني كل الأشجار المثمرة اتدمرت ولم يبقى إلا بقايا أشجار تعبانة جدا زي الأشجار اللي بنشوفوها دي، لا إنتاج فيها ولا طعام ولا شرب. شجرة مهوش قيمة، حبة خشب. وبدلناهم بجنتيهم، جنتين صحيح غابات، لكن غابات من غير مثمرة، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. الخمط اللي بتعمل منه الشوك بتاع الارض ده، ها، وده تحبه الجمال، تحب تاكله، لكن مش بني ادمين، لكن لو اضطر ياكله. الصحابه اكلوا غزوه سموها غزوه الخمط، كان قائد الجيش سيدنا عمرو بن عوف، وكانت جهه اليمن. فلما كان معهم تمر رايحين بيه، المسافه طالت ورايحين يفتحوا بلاد بعيده، فيقول جابر: كان معهم ده ابن عبد الله، قال: فنفق قل تمرنا حتى امر عبد الرحمن ان نكتفي في اليوم كله بتمره واحده. تخيل واحد يعيش 24 ساعه على تمره. قال: حتى نفدت التمره فكنا نمص النوى، احتفظوا بالنوى بتاع التمر يمصوه. قال: حتى لم يبقى فيه شيء، فأكلنا ورق الخبط، كنا نشارك الجمال في الأكل بتاعه. وجيش راح يقاتل، هيقاتل هو بالحالة دي؟ قال: حتى وصلنا البحر
فألقى الله لنا من البحر دابة عظيمة جدا، حوت ضخم جدا، ضخم ضخم. قال ظللنا نأكل من لحمه شهرا وحملنا منه إلى المدينة. سيدنا أبو قتادة فارس يقول ركبت فرسي ومررت تحت ضلعه فكان يعلوني. يعني تخيل سلسلة ظهر الحوت ارتفاعها النص يعني نص السلسلة يمر تحت منه الفارس اللي راكب فرسه، يبقى حجم الحوت قد ايه؟ حاجة ضخمة جدا. أنا يعني قدر لي كان اشتغلت فترة في جدة وكان معي أحد إخواني اليمنى كان غواص، حكى لي مشهد زي كده، قال لي المنطقة الجنوبية في البحر الأحمر فيها هذا الحيتان للآن. قال لي أنا في يوم كنا طالعين رايحين نصطاد سمك، قال وفوجئنا بالليل ماشيين بالليل بالمركب ولقينا جزيرة، جزيرة كبيرة، الجزيرة جزيرة. فنزلنا ورمينا الهلب عليها، وقفنا مركب ونزلنا نعمل شاي، فجبنا خشب معانا وبنزين، حطينا البنزين على الخشب ولعنا النار وجلسنا نسوي الشاي. قال لقينا الجزيرة مشيت. اكتشفنا ان الحوت، حوت كان بيسموه البتان اللي احنا بنسميه في اللعبه بتان، قال لي الحوت ما يقلش بحال محوال عن 27 طن. طبعا احنا مشي فورا نروح ساحبين هنا نطير في مركب فرين. جزيره، قال لي جزيره جزيره، تشوف ظهره تحس انك انت في جزيره، وجاف ظهره وتلاقي فيه زي الشعب المرجانيه حاجه طالعه ونازله، قال لي قاعدين عليه قاعدين وجزيره. وضحت؟ انا بس بحكي لان انا بربط بين الاحداث اللي جت في السنه والمشهد اللي حكوه الاخ الكريم ده، الله يحفظه بقى ويرحمه، حي وميت او ميت يعني. فالشاهد ان الحوت ده القي لهم من البحر عشان ياكلوا منه ويشربوا شهر كامل الخمط، وبدلناهم بجنتيه. وبعدين شوف ترتيب الله، ان خلي البحر يلقي هذا الحوت على الشاطئ واحل ميتته حلال خالص، ويظل ياكل فيه شهر كامل، الجيش كله ما خلصوش نص، يدوب شهر نص التحداني اللي عدى تحتيه سيدنا ابو قتاده بفرس. شيء الحقيقه سبحان المدبر، سبحان المقدر، سبحان من يدير امر الخلق كله، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. من يدبر الامر؟ خلصت. وهذا من تدبيره ان سخر كل خلقه له ورسم لكل مخلوق فلكه وجعل كل خلقه له منقاد، مسلم، طائع، مسبح، ساجد، قانت، حتى يعلم الإنسان من هو بين خلقه، وحتى يعلم الجان من هو بين خلقه، فيعرفه من خلال خلق الله لله قدره ولله عظمته سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، الوقت انتهى. جزاكم الله خير حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.